ورا الشهرة والأضواء في حياة مش دايماً حلوة وبتلمع. أنا قطعت اشتراك الكهرباء، لا ما بقى فيه أدفع. قطعوا برزقتك؟ أكيد الله يقطع برزقتهم، الله يصطفل فيهم. وقتها كنت بالمستشفى، كنت عم تتعالج، مين وقف حدك؟ مين سأل عنك؟ بعتب على كلوديا ماشاليان، على ماجي أبو غصن، على ورد الخال. شو تعلمت من الحبس بلبنان؟ بقطش إيدي ما بعملها. بعدك متمسك بالحياة، بعدك بتقول أنت أقوى من كل هيدي المعاناة اللي عم تعيشها. اليوم رح نتعرف على باتريك مبارك قبل وبعد. قبل وبعد مع دومينيك أبو حنة كل تنين وخميس الساعة 7:30 المساء مجاناً على موقع وتطبيق LBCI لبنان.